ما تيجوا احكي لكم عن استطلاع للاراء اتعمل علشان يتم التعرف على توقعات واراء الناس في 33 دولة حول العالم عن الاحوال الاقتصادية في خلال 2024. 46% من الناس دي توقع ان هيحصل ركود اقتصادي في بلده في خلال 2024. 42% منهم توقع ان هيحصل ارتفاع في تكلفة السلع والخدمات في بلده في خلال 2024. اما 12% منهم توقع ان تكلفة السلع والخدمات في بلده ممكن تنخفض في خلال سنة 2024. 69% توقعوا ان في خلال 2024 هترتفع تكاليف مشترياتهم. 68% توقعوا ان هترتفع تكاليف المرافق اللي هي كهرباء ومياه وغاز. اما 64% توقعوا ارتفاع اسعار الوقود في خلال 2024. قولوا لنا هتكون توقعاتكم ايه لو تم استطلاع الرأي ده في مصر عن احوال الاقتصاد خلال 2024. كنت معاكم منى الجلاد، تابعونا على القاهرة 24 علشان تعرفوا كل اخبار الاقتصاد اول باول.